فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن بني هاشم لا تحل لهم الزكاة. أولا اللي ذكرت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل أولاد الزبير ابن عبد المطلب تحرم عليهم الزكاة لأنهم من بني هاشم؟ أولاد إيش؟ يقول الزبير ابن عبد المطلب. وله أولاد، إذا كان له أولاد فهم من بني هاشم، لا تحل لهم الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ، كل أولاد هاشم، كل أولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة. أما بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل لا تجوز لهم الزكاة، وإن كانوا من قريش ما تحلهم الزكاة، إنما بنو هاشم فقط. نعم.